معتدل ست اليوم بلغونا على الساعة 10 الصبح انه في استلام له. طبعا توجهنا للمعبر استلمنا في على الساعة 12 تقريبا. جثمان قالب ثلج يعني بصعوبة تعرفت عليه لانه له سنتين عندهم يعني فوق ما اعدموه بدم بارد ووضع النفس كان تعبان هو اصلا يعني في عنده تقرير انه وضع النفس تعبان وخلوه ينزف حتى الموت ما اسعفوه. كان متوجه لهم طبعا لما توجه لهم يعني كانش بعقله بالاحرى وهناك عطول طخوه في نفس المكان هو متوجه عليهم بدون ما لا يحيدوه ولا إشي ولا تنبيه ولا حاجه. اكثر من شهيد عندهم يمكن 1000 يمكن 2000 ما بعرف لهم. في ناس لهم اعوام في ناس لهم 20 سنه ممكن ولهلا ما وجدوا لهم حل مع انه شو ذنب خل استشهد الانسان لما يستشهد او يموت عند ربنا ما على حساب لا من البشر ما له حساب انتهى حسابه عند ربنا صار. ما بعرف ليش الحجز لهم مش عارف شو الظروف تبعتهم بالتوادي الى حجزهم. وضع محزن يعني لما تلاقي اخوك بالاحر متجمد وهيك تغير تلميحات تبعاته مش عارف كيف فأني دول بيسوي هذا الحكي لانسان مات باعتبار عندهم مات ليش يحجزوه مش فاهم انا القصة هاي لحد الان. والله يكون بالعون والله يصبر اهله. تفتيش على وجع بعد ما انه الواحد صار يقول ما فيش امل انه نسترجعه حتى يعني شغلة مفاجأة صارت انه مع انه مطالبين من جهات من اكثر من جهة انهم يسلمونا اياه كوضعه كإشي ما سوى إشي لإلهم ما أذاهم يعني حتى إنسان مذكور إنه إنسان ما بأذيش حدا بحال حاله.